هذه المبادرة تم تحت رعاية ولي ولاية وهران، مديرية الثقافة، مديرية الشؤون الدينية بلدية وهران، التي يعني استقدمت عتاد وعمال يعني باش ينظفوا هذا الجامع، أيضا الهلال الأحمر والمرصد الوطني للمجتمع المدني وأكثر من 40 جمعية. الهدف من هذه الحملة هو تتميم هذا المعلم. كنا من السباقين لدعم فكرة تنظيف مسجد الباشا، مسجد العريق لمثل الهوية الحقيقية لولاية وهران، بالخصوص سيدي الهواري اللي نعتبروه كمثابة إرث كبير ليس فقط لوهران، للجزائر ككل. الحمد لله ربي، كما تشوفوا احنا كجمعية تعبئة وكاع انا درنا الدخلة تاع رانا نقيناه وزوقناه وباقي ان شاء الله على الله، ولا تبرب ان شاء الله صلوا الطراويح هذا العام هنا ان شاء الله باذن الله.